ينضم إلينا حاليا من عبر الهاتف رئيس مجلس الخليج للأبحاث الدكتور عبد العزيز بن صقر. دكتور عبد العزيز، مرحبا بك. وطننا اليوم يمتلئ فضاءه بكفاءات متميزة ووطنية قادرة على تجديد روح وجسد الدولة. كيف ترى حرص خادم الحرمين الشريفين على الدفع بقيادات شابة للإسهام في عملية البناء بما يتوافق مع المستجدات والمتغيرات المتسارعة من حولنا في العالم اليوم؟ أولا مساء الخير لك وللمستمعين الإخبارية في كل مكان، ونبارك لسمو الأمير محمد بن سلمان حفظه الله هذه الثقة الملكية الغالية، ونتمنى له أن يوفقه الله في كل ما يصبو إليه. حقيقة التحديات الإقليمية تحديات ليست بسهلة، والخطط الطموحة الموجودة لدى سموه الكريم والذي تطرق إليها في السابق فيما يتعلق بتنمية الوضع الاقتصادي في المملكة وتحقيق أهداف 2030 هي أهداف كبيرة وطموحة وبحاجة إلى عمل كبير وجاد. هذا العمل مبني على أساس تخفيض الاعتماد على النفط كمورد أساسي لميزانية الدولة وترميع مصادر الدخل وتوطين أكبر عدد ممكن من الوظائف بالنسبة للسعوديين، وكذلك أيضا الدخول في برنامج خصخصة ومشاركة القطاع الخاص وجلب استثمارات محلية ودولية للمشاركة في هذه الخطة الطموحة. التحديات كبيرة بدون أدنى شك، والكوادر الوطنية السعودية الشابة والتي نتمنى لها التوفيق، كان هنالك اختيار متميز لخادم الحرمين الشريفين في اختيار القيادات الشابة لتتولى المشاركة في دفة الأمور. بالتأكيد إذا نظرنا إلى مجمل التحديات، هناك تحديات داخلية محلية، وهناك تحديات إقليمية، وهناك تحديات دولية، وكلها تستوجب شحذ الهمم والتعامل بشكل كبير جدا في لإنجاح والتعامل مع كل هذه التحديات. إذا نظرنا للتحديات الإقليمية، فبالتأكيد استمرار الوضع في اليمن والمساعدة في إعادة الشرعية وبسط نفوذ الشرعية في اليمن هو أحد التحديات المهمة. العلاقة مع دول الجوار، يعني ساعدنا ببداية تحسن في العلاقة بشكل كبير مع العراق وزيارة رئيس الوزراء العراقي والاجتماع الذي صدر والبيان الذي صدر لتحسين وتركيب العلاقة السعودية الإيرانية قضية مهمة. العلاقة هناك علاقة مقطوعة مع إيران، والمملكة أصرت على مواقف مهمة بالنسبة لها لأنها تنبذ أن تتدخل إيران في الشأن العربي الداخلي وأن تستخدم البعد الطائفي كوسيلة، وسموه في عدة لقاءات كان أشار إلى هذا الموضوع إلى أهميته. أيضا الوضع في سوريا، تطور الوضع أيضا في ليبيا، هنالك ملفات وتحديات سياسية كبيرة إقليمية ودولية، ولكني متأكد بأن سموه الكريم والقيادات الشابة التي تعمل معه سوف تتعامل مع كل هذه القضايا، ونتمنى إن شاء الله أن تحقق الهدف، لأن الهدف الأسمى والموجود لدى خادم الحرمين الشريفين وسموه الكريم هو أمن واستقرار المملكة ورفاهية الشعب السعودي. طيب دكتور عبد العزيز، المملكة حقيقة شهدت قفزات طموحة من الناحية الاقتصادية والأمنية وكذلك السياسية خلال المرحلة القادمة منذ تصدر الأمير محمد بن سلمان ولي العهد المشهد وصناعة القرار في البلاد. ما مدى حجم التفاؤل بالخطوات التي ستحققها المملكة ضمن رؤية 2030 في المستقبل؟ يعني إلى الآن ما تم إنجازه في هذا البرنامج هو إنجاز متميز الحقيقة، سواء على يعني مستوى برامج الخصخصة التي طرحت، المشاريع الطموحة، تفاعل المجتمع الدولي والشركات الدولية في المشاركة واهتمامها الكبير. أنا كنت في جولات في أمريكا وفي أوروبا قبل شهر رمضان المبارك، وكان دائما الاهتمام كبير من كافة القطاعات الاقتصادية في تلك الدول لكيفية الدخول إلى أسواق المملكة والاستثمار فيها. ونحن أمس يعني كان هنالك خطوة مهمة لسوق الأسهم السعودية تمت في إدراجها ضمن إدراج معين له أهميته في الأسواق العالمية. هذه كلها نتائج جيدة ومهمة، ولكن أيضا أنا تحدثت أنه هذه الخطط الطموحة لا يمكن أن تكون بدون تحديات، ولا يمكن أن تكون بدون عمل جاد ومثابر لتحقيق هذه الأهداف. يعني وضعت الأهداف والرؤية أصبحت واضحة، ما يتطلع إليه المواطن، مشاركة القطاع الخاص وزيادة الدخل فيما يتعلق بالجي دي بي أو ما يسمى بالدخل القومي، أنه يعني يصعد من 40% إلى 65% خلال المرحلة القادمة، يستوجب كثير من الجهد والعمل والتنمية الاقتصادية. ولكني متفائل، وهنالك تفاؤل إقليمي كبير،
يعني الاستجابة في الأسواق المالية في اليومين الماضية بعد تعيين سموه الكريم وليا للعهد كانت واضحة في سوق الأسهم السعودي، والتفاؤل الدولي أيضا وما قرأناه في الصحافة العالمية والصحافة الإقليمية حول هذا المستقبل المملكة. دكتور عبد العزيز، سؤالي الأخير لك حول منهج نقل السلطة أو سلطة الحكم في المملكة العربية السعودية. دائما وأبدا ما تكون سلسة ولا يشعر حتى بها الشعب السعودي. هذه السياسة وهذا المنهج، هل يمكن أن نقول إن صح التعبير هي مدرسة آل سعود في نقل السلطة ما بين الأجيال بين الأسرة الحاكمة؟ والله الحمد لله رب العالمين أنه تم انتقال السلطة بهذه السلاسة وبهذه السهولة مثل ما حدث في السابق. هذا يؤكد على قضية مهمة جدا، وهي أنه لا يوجد تساؤل حول مشروعية نظام الحكم في المملكة. الشعب السعودي الحمد لله رب العالمين مبايع ومؤيد لهذه الأسرة الكريمة، وعنده قناعة كبيرة بقيادتها الحكيمة من 300 سنة وليس من الآن يعني، ولكن الحمد لله رب العالمين أن يتم انتقال السلطة بسلاسة وبدون يعني أن يكون هنالك أي شائبة أو أي شيء يعكر صف لا سمح الله البعد الأمني أو السياسي، وهذه حكمة الأسرة الكريمة والقيادة الحكيمة التي يتولاها الملك سلمان بفضل الله. دكتور عبد العزيز بن صقر، رئيس مجلس الخليج للأبحاث، كنت معنا من الرياض عبر الهاتف معلقا على القرارات الملكية الكريمة. شكرا جزيلا لك دكتور.